السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في لقاء خاص نجريه مع السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي ينضم إلينا من باريس، والذي سنقف معه عند آخر التطورات السياسية بعد مؤتمر باريس والخلافات المستمرة حول آلية إجراء الانتخابات وإخراج المرتزقة وملفات أخرى نستعرضها في سياق هذا اللقاء. أهلا بك سيد ريتشارد نورلاند. أولا سيد نورلاند، ننطلق من آخر محفل دولي بشأن ليبيا وهو مؤتمر باريس، كيف تنظر الولايات المتحدة إلى هذا المؤتمر ومخرجاته، لا سيما وأنه لم يأتي بجديد تقريبا وشابه نسختي برلين السابقتين؟ شكرا جزيلا لكم أنكم نكون معكم، وأنا سعيد أن أتحدث معكم من باريس وأصدقائي في ليبيا. أنا بالحقيقة أن البارحة كان يوما جيدا إلى ليبيا، وإذا ترون أنه هذا المؤتمر هو من أجل ليبيا وليس ضد ليبيا، وكان مهم جدا أن قيادة الليبية هي كانت تمثل ليبيا على المستوى العالي، خاصة أنهم أصحاب هذه العملية وعملية الانتخابات، وأن المؤتمر أرانا الجهود والعزم من المجتمع الدولي تجاه دعم ليبيا والشعب الليبي، وأيضا من أجل الديمقراطية والاستقرار، وأن أحد الرسائل وهو الشيء المهم هو ليست فقط إلى خاطر ليبيا لكنه من أجل المنطقة بأكملها للاستقرار في ليبيا. لديه نتائج سلبية ضد المنطقة وهذا لا ينفع دول الجوار، وأن الرسالة أتت أيضا أنه دعم الانتخابات وإجراء الانتخابات في ديسمبر 24 من الشهر 12، وأيضا هي عملية مهمة تأخذ شكلها هناك الكثير من المرشحين يحضرون أنفسهم خاصة للانتخابات الوطنية، والمفوضية تعمل بطريقة مهنية وتقنية، والرسالة من الولايات المتحدة الأمريكية هو دعم هذه العملية لنرى خطوات تتقدم إلى الأمام للأسابيع القادمة والأشهر القادمة. طيب قبل أن نخوض معك في هذه التفاصيل فيما يتعلق بإجراء الانتخابات وإمكانية ذلك، يعني هناك من لاحظ وجود تباين واضح بين الموقف الإيطالي والفرنسي من جهة، كان ذلك في المؤتمر الصحفي، وبين دبيبة والمنفي من جهة أخرى حول إمكانية إجراء الانتخابات، النظر إلى التعديلات والخلافات حول القوانين أولا. هنا إلى أي حد يعكس ذلك وجود خلافات في هذا المؤتمر وبالتالي مخرجاته لم تأتي بتوافق؟ طبعا كل عاصمة تتحدث عن نفسها، فأن المؤتمر هو تم دعمه من قبل إيطاليا وألمانيا والأمم المتحدة والقيادة الليبية، وأنه المناظرة والنزاع قد يكون هناك قد يرينا هناك الكثير من دعم تجاه هذه الانتخابات السلمية ودعم انسحاب جميع المرتزقة والذين يحاربون من دول أخرى، فهذا ما أقصده. نعم تفضل. طيب هذه الخلافات ووجهات النظر المختلفة بين كل هذه العواصم، ألا لها تأثير مباشر في إجراء الانتخابات مثلا وتطبيق مخرجات باريس الأخيرة؟ بوضوح أن عملية الانتخابات يجب أن تكون بدون أي جدل، وهذا طبعا يمثل أنه الدستور الليبي لمدة 7 سنوات، وكانت هناك تقدم كبير جدا إذا نفكر بهذا الموضوع، وأن المراحل التي تتقدم إلى الأمام مع نقاشات إضافية بين الأحزاب والجهات، وأيضا مع سيد عماد الساير، هي منظمة تقنية ومهنية وأيضا تستمر
مستمر للعملية إلى الأمام من أجل تسجيل المرشحين والمنتخبين وأيضا تعزيز المرشحين من أجل حتى يقوموا بتعديل وإعداد أوراقهم. فهناك طبعا رغبة كبيرة جدا بين الشعب الليبي للاستمرار بهذه الانتخابات، لكن الجميع يريدها أن تكون بطريقة سلمية تحدث بسلام. والرسالة الواضحة أنه إلى هؤلاء الذين يفكرون بعمل مشاكل ونزاعات من أجل إيقاف الانتخابات قبل أو خلال أو حتى بعد فترة الانتخابات، أنا أعتقد أن هذه النوع من النشاطات سوف تخلق مشاكل للمجتمع الدولي وأيضا للولايات المتحدة. لا يوجد هناك سماح خاصة أو عفو لهؤلاء الأشخاص الذين سوف يقومون بهذه الأعمال السيئة تجاه الانتخابات واستقرار ليبيا في المنطقة. شكرا. طيب، البيانات الغربية عموما والأمريكية تحديدا تؤكد على الانتخابات في موعدها وفق خارطة الطريق والاتفاق السياسي، وفي المقابل تدعمون الجهود الفنية للمفوضية رغم أن هذه الجهود تقوم على تشريعات انتخابية غير متوافقة عليها. ألا تشعرون أن هناك تناقضا في هذه المواقف ومحاولة صناعة واقع آخر ربما قد يكون مدخلا لحروب وصراعات جديدة؟ مرة أخرى أنه رسالتنا هو نأخذ بنظر الاعتبار جميع النزاعات ودعم أنه الانتخابات هذه ليست الطريقة الحقيقية. هناك طرق مختلفة للنقاش والسلام من أجل نجاح الانتخابات، وجميعنا نعرف أنه هذه المناظرات وأن العملية هي مهمة جدا خاصة تجاه المرشحين الجدد. هو هناك شيء من الجدل، لكنه يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أنه كيف يلعبون دورا مهما جدا في هذه العملية الانتخابية. ونؤمن بأنه الشعب الليبي بالإجماع أنه يريدون الاستمرار بهذه العملية. الوقت ينتهي وأنه علينا أن نستمر خاصة في الشهر القادم شهر ديسمبر، وأيضا نود أنه هذه الانتخابات تنجح قريبا. طيب، هل هناك مجال لإجراء هذه التعديلات على القوانين الانتخابية كما تطالب قوى سياسية عدة مجلس النواب؟ هذا السؤال على القيادة الليبية والقادة الليبيون، هم الذين يجيبون عليه، هم الذين يعرفون أن الشعب يريد الانتخابات. ونحن نؤمن هناك شمس ساطعة ستأتي في من أجل نجاح الانتخابات. طيب، هل يعني ذلك أنكم تدعمون الانتخابات وفق القوانين التي أصدرها مجلس النواب والتي يقول الأعلى للدولة إنها أحادية في حال عدم التوافق؟ مرة أخرى، أن هذه العملية يتم إدارتها وقيادتها من قبل القادة الليبيون، ونحن نقوم بتشجيعهم وتعزيز أعمالهم. الوقت قصير من أجل أنه تحدث الانتخابات في الوقت المحدد بدون أي تأخير، وأن الليبيون هم الذين يقومون بأخذ القرار الأخير تجاه هذا الموضوع. يجب أن يتفقوا فيما بينهم، يجب أنه يأخذ القرار الأخير. أي تعديلات تقنية أو قانونية يجب أنه تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل القادة الليبيون، وأنه هناك شيء واحد هو التهديد، النزاع والصراع الذي ممكن أن يحدث. طيب، لو دققنا أكثر في مسألة الخلافات الحاصلة حول قوانين الانتخابات، هنا سؤال مهم جدا. هل لو كانت هذه الانتخابات في أمريكا، هل ستسمحون مثلا بترشح عسكريين لرئاسة الدولة؟ أن القضية للمرشحين هو مرة أخرى
يعود إلى القرار القادة الليبيون والشعب الليبي. فالعملية هي واضحة، فإذا كان الشعب لا يوافقون وهم ليسوا سعداء مع أي شخص مرشح، ممكن أن يعبروا عن شعورهم. هو ليس نحن من يقول أنه كيف ستدار، لكنه ما أرجع عليه مرة أخرى وأقول أن الانتخابات هي الأساس من أجل استقرار ليبيا وأيضا سعادة الشعب الليبي من أجل الدولة بأكملها ومنفعة دول الجوار التي هي هناك مشاكل قد وصلت إلى الصحراء الغربية وما شابه ذلك وأفريقيا. فنحن نريد أنه نعطي دعم كبير 5+5 للمفوضية خاصة التي نحن نرى أنه 5+5 خاصة تجاه عملية الانتخابات الناجحة، هذا ليس فقط لليبيا لكن المنطقة بأكملها ستكون بأفضل ما يكون. طيب في سياق متصل أيضا، ألا تعتقدون أن مسألة تزامن الانتخابات قد جرى تجاوزها من خلال قوانين البرلمان التي جعلت الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية؟ كيف تتصورون هذه المسألة عموما؟ هذه أيضا كانت قضية جدل، وأيضا هناك الكثير من تحدث عن المرشحين وأيضا الذين يريدون أن البرلمان وانتخابات البرلمان تكون أولا قبل الانتخابات الرئاسية، أو قد تكون الاثنان البرلمانية والرئاسية في نفس الوقت. فهذه أنه أعتقد أن الليبيون هم يجب أن يعبروا عن مشاعرهم وآرائهم في صندوق الاقتراع، وأيضا هذا هو وصندوق الاقتراع هو الذي سوف يعطي النتيجة النهائية. طيب هنا كيف يمكن إجراء هذه الانتخابات في وقت لا يستطيع فيه رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد دبيبة زيارة بنغازي مثلا ومدن سيطرة حفتر، ويقال أيضا العكس بالنسبة لحفتر؟ مرة أخرى أعتقد أنه دخلنا في تفاصيل أكثر خاصة من ناحية الدبلوماسي الغربيون، أنه الطريقة هي توحيد الدولة وتوحيد الدستور وأيضا توحيد البنك المركزي والمؤسسة العسكرية، وأيضا الرسالة من المؤتمر في باريس والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية تدعم كل شيء تجاه الانتخابات وسوف نقوم بذلك. فشكرا جزيلا أنني تحدثت معكم، وأيضا تحياتي لجميع الأصدقاء الليبيون. طيب فيما يتعلق بملف المرتزقة، وهو ملف مرتبط طبعا ارتباط وثيق بهذه الانتخابات، ما تصور أو رؤية الإدارة الأمريكية في مسألة إخراج المرتزقة؟ Let all those mercenaries and fighters getting out of Libya. Right. Well, again, نعم صحيح، أنا أيضا أتحدث عن موضوع 5+5 المتطور، وهناك خطة واضحة جدا وتبدأ أنه يجب أن نخرج المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وأيضا أنه من الواضح جدا أنه يجب أن نأخذ بعض الخطوات المهمة قبل الانتخابات وبعد الانتخابات أيضا. شكرا لك السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، كنت معنا من باريس، وشكرا وصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة، في أمان الله.